بقى تسيبك من اللي في ايدك ده وتركز معانا بينا. مالك يا سلطان؟ ما انت كنت بتمق فيه بقالك ساعة، حد كلمك ولا هو حلال ليك حرام علينا يعني؟ مش كفاية ان هو مالي قبل كده؟ يا سلام، مالي قبل كده يعني لقيت في خبر متاكل مثلا؟ أسوة خير. انت عارف ان انا ربنا ما ابتلينيش بأي حد اقدر اثق فيه واسلمه اللي في دماغي غيرك انت حبيبي ابو صلاح. ايوه، او انت كده جبت التايه صلاح. قول اخويا. بص اخويا، انت عارف ان الواد صلاح حاله مايل وسكته عوجه، وانا على يدك حاولت معاه مره بالاداوه والف بالعشره ما ارتجعش، والسكه اللي ماشي فيها دي مش هتلط لوحده، لا دي هتلط سمعتي وسط الخلق معاه. تربية واطية قوي، واطية واطية يعني. طيب ما دام مش عارفين تربوا العيال بتخلفوهم ليه من الاول يعني؟ يا عم ما هيش ناقصة حكم ومواعظ. انا بصبت في ايه يا عم نبيل؟ اسمعني بقى اللي اقول لك عليه. الواد عايز يمشي في تجارة الصنف مع بوخارست. الصراحة بقى انا ما لقيتش حد غيرك انت. لا غير مين؟ وانا يعني هعرف اقنعهم ولا ارجعهم على اللي في دماغهم هما الاتنين؟ لا يا اسطى ما اعرفش. تعرفش؟ طب اسمع بقى النهي يا امين الدرك انت. انا عايزك تزق عليه كام واد من السرسجيه والسوابق اللي انت تعرفهم كويس. عايزهم يعجزوه عكشه ليا، يفرموه لغايه ما يعرف ان الله حق. يعجزوه يعني؟ يعجزوه؟ يعجزوه. وماله؟ الكلام ده تقوله لصلاح ماشي، تصدر له قبل كاش القسوه يصدقك، انما انا لا، انا عارفك كويس يا سلطان، ده انت ما بتطقش الهوا الطاير اللي على الواد، ولا حتى حمو النيل بتاع العيال الصغيره. اسره، هتخلص الليله دي ولا اشوف حد غيرك؟ لا، غير ايه؟ انت عايز تتلف الواد ولا ايه؟ خلاص اللي تشوفه يا سلطان، الليله دي عندي. عندك؟ عيب، خلاص عندي. اشرب قهوتك.